تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل من برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي من خلال قناتنا المتميزة قناة نور دبي بالشراكة مع مستشفى الزهرة الخاص. هالبرنامج مثل ما قلنا هو برنامجكم، هو عبارة عن نافذتكم للتواصل مع هيئة الصحة، اقتراحات، ملاحظات، شكر، أي شكوى، أي شيء له علاقة بخدمات هيئة الصحة. قلوبنا مفتوحة وبرنامجه مفتوح لكم. متحدثتكم اليوم الدكتورة ندى الملا، ومعاي في الاستوديو المخرجة ميثة بن أبيات، ومعاي أخوي الصغير محمود يوسف. صبحك الله بالخير دكتورة ندى. صبحك الله. غريب أنا مو بآخر واحد. عموما أيضا كل التحية لفريق قسم الإعلام اللي ساهموا في إعداد هذه الحلقة، وأيضا اليوم معنا كذلك من الإعداد والتنسيق نور نزال، يا شاء الله معنا. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. زين، طبعا ما أدري الدكتور ياسة تأشر لي وايد أشياء في السود أنا ما فهمت، لكن بحاول أني أنا أفسر اللي قلتي دكتورة. أوكي، لغة زي. الإشارة محمود، لغة الإشارة. أنت تبين تقولين أن نحن اليوم حلقتنا بتكون خاصة عن التأمين. أيوة، فخل موضوع التأمين اللي بعد الفاصل إن شاء الله. هي. صح هذا الكلام؟ صحيح محمود. شفتي أني أنا أفهم لغة الإشارة؟ شاطر، شكرا دكتورة. عموما نذهب إلى أهم العناوين اللي عندنا في هذا الصباح. عندنا دكتورة عنوان يقول ثلث المصابين بالربو لا يعانون منه في حقيقة الأمر. يقولون مختصون من جامعة أوتاتو في كندا أجروا دراسات عديدة شملت أشخاص يعانون من الربو، واستغرب العلماء أنفسهم نتائج بحوثهم، فقد اتضح للباحثين أن شخصا واحدا على الأقل من أصل ثلاثة يتمتع في الواقع بصحة جيدة. يعني واحد من ثلاثة، يعني اثنين موهومين إن كان عندهم ربو. أي لا العكس، عفوا، واحد موهوم واثنين في عندهم. إنزين، فيعتقد العلماء الكنديون أن ثمة أشخاص يشخصون حالة المرضى بطريقة خاطئة جدا، فيقولون أن أعراض الربو قد تكون شبيهة جدا بأعراض أمراض أخرى، بيد أن الأطباء يقتصرون الأمر على الفحص السريع غير الدقيق في كثير من الحالات، ويصفون تاليا طريقة غير صحيحة للعلاج. أما في حقيقة الأمر فتظهر أعراض الربو عند شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص قد تظهر لديهم بسبب الإيحاء الذاتي. وقد شملت بحوث المختصين أكثر من 600 شخص تم تشخيص الربو لديهم، واتضح للباحثين بعد إجراء فحوص دقيقة لهؤلاء أن 420 منهم أصيبوا بالربو حقيقة. كما اتضح للعلماء أن المشكلات المتعلقة بالمسالك التنفسية للمشمولين بالبحث ليست لها علاقة بالربو إطلاقا. والله الدكاترة يصرفون على كيف وما شوف. شوف محمود، هاي ترى دراسة واحدة والعدد، يعني الناس اللي درسوا عليهم شوية قليل، ولو نلاحظ دراسة في كندا يعني ممكن ما تطبق عندنا هنا. احنا عندنا سبات. نحن نتكلم بشكل عام دكتور، انا اتكلم عن حالة بشكل عام، انا ما اخص حين دولة الامارات، لكن هذه دراسة تمت بطريقة علمية لها نتائج معينة، هذه النتائج ادت الى يعني تشخيص حالات صح. كثيرة، فهي دراسة علمية يؤخذ بها في النهاية، ولكن ليش ما نسوي لنا نحن دراسة الحين مني بهذه اللي عندهم ربو؟ ممكن ناخذ شريحة من المجتمع ونسوي عليهم دراسة ونشوف هل هو فعلا بيطلع عندهم ربو ولا والله دراسة مثيرة اهتمام. ممكن محمود،
ممكن صح يطلع بعض الناس اللي تم تشخيصهم بربو وخذوا ادويه الربو لمده طويله ممكن يطلع. وبس محمود ترى في نقطه مهمه، ممكن بعض من هالناس تحسنوا او تعالجوا، ف مو معناته ان احيانا يكون كل شيء غلط، يعني مو التشخيص كان غلط، ممكن ناس تربوا ممكن مراحل في الحياه في الطفوله وعقب واحد يكبر يروح عنه ويرجع له على كبر، فممكن الناس اصلا تعالجوا منه فعشان شيء طلع انه ما عندهم. طيب نحن ما نروح لفقرة التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم أنا اللي بقرأ الرسالة الصباحية. الرسالة تقول: الأحلام ستبقى كذلك حتى نجعل منها أهداف نعمل على تحقيقها. ما هو هدفك؟ اكتبه الآن وابدأ العمل على تحقيقه. أكيد هذا تليفوني ولا تليفونك؟ لا تليفونك محمود. شكرا. أنا عندي ثلاثة وكلهم سايلنت. بيفنشوني. عموما الرسالة تقول: الأحلام ستبقى كذلك حتى نجعل منها أهداف نعمل على تحقيقها. فما هو هدفك؟ اكتبه الآن وابدأ بالعمل على تحقيقه. صح. هذه الرسالة اللي طلعت اليوم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_Dubai. صح. طيب هذا لي تويتر إنستغرام سناب شات بريسكوب، وايضا في عندنا الفيسبوك ولينكدين ويوتيوب هم دبي هيلث اثوريتي. صح. طيب شو رايك في الرساله؟ هاي رساله وايد مهمه محمود. في دراسه قريتها قبل مده ان الناس اللي ما تكتب اهدافها او احلامها ما تحققها ترى. فبس نعطي نصيحه على السريع قبل ما نطلع الفاصل، بس احب اقول للناس دائما خلوا معاكم دفتر وقلم دائما، وين ما تكونون في انتظار عند الاشاره اكتبوا اهدافكم واحلامكم. دكتوره ما الاول دفتر وقلم؟ لا اوكي على النوتس، على النوتس التليفون. انا افضل الدفتر والقلم، أنا أفضل الدفتر والقلم، أحس يساعد الواحد إنه يكتب أفضل. صدقني الأفكار اللي تكتبها أنت، تعرفين إحنا جيلنا غير عن جيلكم. هي صحيح أكيد. أنت جيل 2000. تفضل دكتور. فلازم، لا والله محمد أنا أقولك عن تجربة، أنا قبل ما كنت أكتب أي أفكار أو شيء كنت أقول إيش واحد يكتب، يعني ما هي خلاص هي فكرة، بس الفكرة إذا ما كتبتها ما تقدر ترجع لها مرة ثانية وتطور فيها أو تشوف كيف تقدر تحققها. فلازم تكتبون أي مهما تكون فكرة صغيرة، في أفكار ممكن نقول فكرة هاي بسيطة ما بتغير شيء، ولكن إذا أنت سجلتها ورجعت لها بعد يوم يومين أو أسبوع بتشوف إنها تقدر تطول هاي الفكرة وتقدر تحققها وتحقق بالتالي أحلامك. طيب هذه الطريقة ممكن تقي الواحد من أمراض معينة دكتورة؟ تقي من أمراض معينة ممكن، مثلا لو أنا مثلا قلت اليوم مثلا أنا قلت في بالي أنا والله بتبع مثلا أبدأ مارس رياضة مثلا، زين لو ما كتبت الفكرة مثلا ما في تأنيب ضمير أرجع له، يعني على الأقل أكتبها عقب أسبوع أرجع أقول هي أنا قلت قبل أسبوع أني ببدأ مارس رياضة. أوكي كيف ممكن لو شفت الفكرة أرد أسوي سيرج أشوف من منو أقدر، وين الجيم اللي أقدر أسيره، كم ساعة في اليوم أقدر أمارس، كم يوم في الأسبوع أقدر أمارس. التخطيط السليم يؤثر على كل حياتنا سواء صحية من جوانب صحية أو غير صحية. أنا بضيف حق كلامك دكتورة أن أحيانا وضع الأهداف تكتبها وتحطها قدامك إنزين يساعدك على تحقيقها بشكل كبير. ليش؟ صحيح. مثلا أنت حط في بالك أنت قررت أنك تترك التدخين واكتب استكر وحط عندك وين ما تروح أنا قررت أترك التدخين، أنا قررت أترك التدخين، وهذا بيبتدي يغذي عقلك الباطن. صحيح. وبطبيعة الحال بتوصل لهذا الهدف. أكيد محمود أكيد. ونحن وصلنا حق الفاصل. أيوه. وبعد الفاصل إن شاء الله عندنا شو؟ حديث مفتوح. منظومة التأمين. التأمين الصحي. ما نتكلم عن يعني إجراءات الحصول على باقات التأمين الصحي، ما نتكلم عن منظومة إسعاد وسعادة. صحيح. يا سلام. اسعاد وسعاده. فان شاء الله حياتكم كلها فيها سعاده إن شاء الله. وفاصل ان شاء الله مستمعينا بعد الفاصل ملتقي، لكن ارقام التواصل معنا اللي حاب يتواصل على الرسائل النصيه 4006 والاتصال المباشر 600551414. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا نحن أعلننا بعد الفاصل بيكون معنا في الأستوديو
الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، ومعانا بعد دكتورة حنان السويدي. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالخير. اليوم نحن نتكلم عن منظومتين من يعني المشاريع الناجحة واللي حققت حقيقة يعني نقلة نوعية في نمط الحياة في إمارة دبي. صحيح. هما منظومة سعادة وإسعاد. صحيح. إسعاد؟ أي شفتي بس تقولي الاسم تضحكين تحسين بسعادة. صحيح محمود أكيد. طيب شو الفرق ما بين سعادة وإسعاد؟ ما نتعرف على هذا الموضوع مع سير الحلقة، لكن خلونا نبتدي بهذه الرسالة النصية دكتور إذا تسمح لي. السلام عليكم، من خلال مراجعاتنا للمستشفيات الخاصة من الملاحظ استغلال هذه المستشفيات للتأمين سعادة والصيدليات كذلك. هذا عارف مطرش لنا الإيميل أو المسج. طيب أول شيء طبعا مشكورين على الفرصة الطيبة هاي. بالنسبة لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اللي هي إسعاد وسعادة اللي هو برنامج التأمين الصحي للمواطنين، اليوم بنجيب على الأسئلة المختلفة. طبعا دكتورة حنان معانا اليوم هي مديرة برامج التأمين الحكومية مثل سعادة وعناية، وبنخلي الدكتورة ترد على الأخ. طبعا دائما نحن نشكر المواطنين والمقيمين اللي يستفيدون من البرامج الحكومية على معلوماتهم وتفاعلهم معنا. طبعا هناك منظومة عشان تراقب الاستخدام والاستهلاك لهذه الخدمات، وما بنكر أن في بعض الأحيان في بعض المراكز الصحية أو المستشفيات لهم بعض السلوكيات الغير صحيحة، ولعندنا يعني فريق عمل دائما يراقب ويتابع هالأمور، ولنا بعد معاهم اجتماعات وتفاعلات إنهم ننبههم على هاي الأمور هاي كلها. طبعا إذا في أي أثبتنا أي خطأ أو أي استغلال طبعا يكون في تفاهم، ما يعني ما يكون الحكومة ما تتحمل تكاليف هذه الأمور. صحيح. هاي كلها ونشكرهم دائما على يعني التواصل معنا، وهذا أهم شيء يعني. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، شو الفرق بين سعادة وإسعاد؟ طبعا مثل ما ذكرت لك سعادة هو برنامج التأمين الصحي للمواطنين في إمارة دبي، أطلق سعادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في منتصف العام 2015، وقام برنامج سعادة بتغطية المواطنين اللي ما كانوا مشمولين بالتأمين الصحي من خلال أصحاب العمل. طبعا يمكن برامج التأمين الحكومية اللي تقدمها الحكومة كصاحب عمل مثل عناية يمكن أكبر برنامج فيها، في حوالي 110 ألف مستفيد من المواطنين والمقيمين الموظفين لدى الحكومة مع أفراد عائلاتهم. أكثر دكتورة؟ اليوم غلبهم سعادة. اليوم نعم. ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية المختلفة اللي كانت تغطي المواطنين في إمارة دبي بالتأمين الصحي، إلا أن كان هناك شريحة كبيرة من المواطنين اللي سواء غير موظفين أو لهم عملهم الخاص ما كانوا مشمولين بالتأمين الصحي، وأطلق صاحب السمو برنامج سعادة لتغطية البقية من المواطنين بالتأمين الصحي. أما إسعاد هو الاسم اللي أطلق على منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اللي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد من خلال قانون الضمان الصحي في نوفمبر 2013. والمنظومة هاي عبارة عن منظومة متكاملة لتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين الموجودين في الإمارة، تنظيم سوق التأمين الصحي، مراقبة التأمين الصحي، إيجاد نظام متكامل لحماية الأفراد والتأكد من حصولهم على الخدمات الصحية اللي هم يحتاجونها. الحقيقة لو نظرنا للقانون له أربعة أهداف رئيسية. الهدف الأول إيجاد نظام صحي متكامل يخدم الجميع ويتميز بالاستدامة والكفاءة العالية. يعني النظام هذا يجب أن يصب في زيادة كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي، توفير الأمن الصحي للمواطن والمقيم في إمارة دبي، ودعم وزيادة الإنتاجية وتنافسية إمارة دبي. يعني كل المقومات هذه من خلال توفير التأمين للناس أنت اليوم تدعم الإنتاجية كذلك، وتدعم توجه إمارة دبي أنها تكون إمارة رائدة على جميع المستويات، كذلك جذب الاستثمارات الصحية للقطاع الصحي في إمارة دبي.
والحمد لله شفنا طفرة صحية سواء على مستوى القطاع الحكومي، على مستوى القطاع الخاص، على مستوى شركات التأمين. اليوم فعلا أوجدت منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي هذه الطفرة الكبيرة في الإمارة، وفعلا عملت زخم كبير في السوق الصحي في الإمارة. فالإسعاد هي المنظومة المتكاملة اللي تحقق جميع الأهداف هاي، وفعلا تمضي بإمارة دبي نحو التميز الدائم. جميل. نحن من خلال الحوار ما بين الحديث عن إسعاد وسعادة دكتور طول الحلقة ما منركز على منظومة واحدة، لا ما ندمجهم مع بعض، على أساس أنه حتى إذا في أي استفسار من السادة المستمعين حول أي موضوع من الموضوعين ممكن يتواصلوا معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. طيب متى عندنا مداخلات ولا بعد شوية زين دكتور؟ الآن يعني حديث الساعة كان موضوع التأمين الصحي وفرض الغرامات على الجمهور، والناس كانوا يفكرون في الغرامات أكثر مما هم يفكرون في إيجاد يعني حل يحميهم ويحمي المكفولين عندهم ويحمي أسرهم كذلك من مبالغ كبيرة ممكن أنها تترتب على عدم تأمين العمالة اللي موجودة تحت يعني كفالتهم. صحيح. طبعا اليوم القضية قضية معرفة سبب التأمين الصحي، ليش احنا، ليش التأمين الزامي، ليش الحكومة وضعت القانون، وضعت النظام هذا، هي عملية ثقافة عامة كذلك. احنا اليوم كشعب نبدأ نرتقي بالمفاهيم. تذكر يمكن دائما نستعمل مثال تأمين السيارة من حوالي كم 20 سنة الحين، كان تأمين السيارة اختياري وبعدين أصبح الزامي، وكان في نفس الحوار هذا عم ما تكلم أسعاره. احنا الحقيقة لو تشوف أسعار التأمين الصحي من 2016 إلى من 15 إلى 16 انخفضت الباقة الأساسية، والحين ل 2017 راح تعلن شركات الأسعار الجديدة، كذلك صار في انخفاض في باقات التأمين الصحي نتيجة وجود المنافسة ما بين شركات التأمين المختلفة. أهمية التأمين الصحي في حياتنا كمجتمع اليوم هي مسألة ثقافة، نعرف دورنا في دعم النظام الصحي في توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع، سواء كان خادم، سواء كان عامل، سواء كان مدير شركة. اليوم القانون والنظام يحمي الجميع ويوجد له آلية لتوفير الخدمات الصحية للأفراد، تضمن عدم احتياجه إلا أنه يأخذ مبالغ من دخله اليومي، من مأكله، من مشربه، من مدخراته، يصرفها على الصحة في خصوصا في الحالات الحرجة. وهذا يمكن الدور الرئيسي اللي تلعبه الباقة الأساسية. كان اليوم الصبح على برنامج بعمر يمكن كان في استفسار من إحدى الأخوات، والله ليش التأمين الزامي، ليش ما يكون اختياري، إحنا نقدر نتحمل والله العلاج الخادم. بعطيك بعض الأرقام، عندنا في شهر 12 الماضي كان أكثر من 400 حالة من الأشخاص اللي بعد ما أمنوا تحمل فيها الكفيل أكثر من 20,000 درهم. حتى اليوم أنت إذا مقتدر هل تبغى تدفع فجأة 20,000 درهم؟ طبعا هاي العدد العام، لكن لو شوف كم أكثر من 50,000، كم أكثر من 100,000. فاليوم وجود حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج مكلف في النهاية راح يلحق بالجميع، والجميع راح يكون محتاج له. فنوجد آلية معينة لحماية الجميع بمبلغ رمزي يوفر الحماية للأفراد. وهي الثقافة اليوم يعني الحمد لله أصبحت شائعة، يمكن نسبة قليلة من الناس اللي لا تزال تسأل والله ليش إحنا التأمين. كذلك سألت الأخت ليش الأسعار مختلفة. الحقيقة سوق إمارة دبي هو سوق مفتوح وفي دائما مجال للمنافسة. الباقة الأساسية تقدمها 9 شركات موجودة في إمارة دبي، تتراوح أسعارها ما بين 550 إلى 650 درهم. النطاق السعري اللي وضعته الهيئة هو 550 إلى 750. في خلال النطاق هذا ممكن الشركات أنها تضع سعر الباقة وتتنافس بالمميزات المختلفة اللي توفرها. يعني بعض الشركات توفر مثلا باقة الوقاية بالإضافة إلى الخدمات الأساسية اللي مغطاة حسب القانون، توفر فحوصات الكشف المبكر. في شركات أخرى توفر العلاج في بلد الموطن، وفي مزايا إضافية توفرها بعض الشركات، وبالتالي في اختلاف طفيف في الأسعار، لكن كلها في النطاق السعري المعتمد من الهيئة. جميل دكتور. عندنا اتصال سمير. سمير تفضل يا سمير. سامعيكم سمير. اوكي السلام، يا هلا مرحبا. هلا حياك الله، تفضل. الله يخليك. كيف حالك دكتور؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. دكتور انا في عندي مجموعه شركات. نعم. في عندي له عدد العماله تقريبا 190 عامل. تمام. فتم الاتفاق مع شركه من شركات التامين على سعر معين اللي هو 600 درهم لكل عامل او موظف. نعم.
وفي في ايميلات بيني وبينهم ومراسلات وطلبوا الليستة وكل شيء. وبنفس الوقت اعطيناهم اللي هو التشيكات، ومن ضمن التشيكات التشيك الاول انسحب باسم شركه التامين، ما احب اذكر شركه التامين بعدين. زين الحين رادين لما الحين صار شهر يماطلون معانا ان ما سوونا البوليصات ولا سوونا التامين حق العماله، والحين يقول لك لا السعر زاد. هالحالة انا شو اسوي؟ طبعا مشكورين على سؤالك اخوي. في آلية للتواصل مع الهيئة عن طريق النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي. اي شكوى من هالنوع على اي شركة تأمين، مجرد انك توجه لنا اياها من خلال النظام الإلكتروني، تحط فيها رقم البوليصة، اسم شركة التأمين، وعلى طول يقوم فريق العمل بالتواصل معاكم مع شركة التأمين والتأكد من نوع الشكوى وعلى حل الشكوى على طول. اليوم احد اهم مسؤوليات هيئة الصحة بدبي حماية حقوق الافراد المشمولين بالضمان الصحي في إمارة دبي. فنرجو من الاخ بس على بوابة الشكاوى. ما عندي الشكاوي. انا دكتور ما عندي بوليصة للحين، ما صدروا البوليصات. ما في مشكلة، بس مجرد اسم الشركة واسم اسم الشركة وعلى طول راح يتم التواصل مع الشركة. طبعا مش من حق الشركة انها تغير السعر، مش من حق شركة التأمين انها ترفض التأمين لشخص معين، ويجب بداية البوليصة بمجرد الحصول على المبالغ المالية. طبعا نعرف انه صار في ضغط على شركات التأمين نتيجة الفترة الأخيرة، لان تجمعت الناس في آخر أيام، وصار في بعض الشركات عندها تأخير في توفير البطاقات للأفراد، وهل العملية تتابع الهيئة بشكل دكتور دقيق. أنا عندي سؤال بس الحين، في حالة عدم إصدار هذه البوليصة والريال أثبت أنه دفع وكذا، وفي واحد من العمال مرض لا سمح الله أو سوى بشيء، منو يتكفل بالعلاج؟ تلزم شركة التأمين بتوفير البوليصة وبتغطية العلاج لأي شخص تم علاجه في الفترة من بدء البلد. طيب سمير، نحن ما ناخذ تليفون الدكتور من بياناته وخلي فريق الشكاوي يتواصل معه إن شاء الله. ياريت. عموما دكتور نحن وصلنا فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنكمل الحوار الشيق مع دكتور حيدر بخصوص منظومة التأمين الصحي سعادة وإسعاد، ومع الدكتورة حنان السويدي. بعد حنان السويدي دكتور حنان بتكلمنا عن موضوع سعادة. نحن عقب الفاصل شوية بنركز على سعادة دكتور، لأنه مشروع جميل، مشروع وطني رسم السعادة على وجوه المواطنين، فما نتعرف على هذا المشروع عن كثب. فاصل مستمعينا ومنواصل. صحة وسعادة ورجعنا لكم من بعد الفاصل نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بس أول شيء عندنا اتصال عبد الرحمن على الخط. عبد الرحمن سامعيكم؟ لا مو عبد الرحمن، عارف. عارف اسمح لي أخوي عارف، اسمح لي. شخبارك؟ عارف عارف مطرش مسج دكتور اللي في بداية البرنامج، وأيضا قال في المسج ثاني لقد قدمت بشكوى عن هذا الاستغلال وتحدث في برنامج البث مباشر، وتم التواصل معي من برنامج سعادة لكن بدون فائدة، كان يتحدث عن استغلال المستشفيات للتأمين سعادة. صح عارف؟ صحيح. نعم صحيح. زين تفضل خبرنا شوي. أدرك الموضوع باختصار، أن مع بداية الحمد لله ما حصلنا على هذه الخدمة الممتازة، وطبعا كلنا نتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد على اهتمامه بشعبه. ما كانت عندي آلام في الإذن وراجعت في أحد المستشفيات وخذت أعطاني علاج، سوالي فحوصات كثيرة يعني. طبعاً هاي تكلف فلوس. بعد يومين أعطاني دواء، بعد يومين ثلاثة من استخدام الدواء صار عندي مضاعفات وصار عندي دوخة. إنزين رجعت للمستشفى نفسه وللدكتور نفسه وكلمته، قلت له أنا صار يغمى علي أدوخ يعني. إنزين فاللي صار اللي هم البرنامج الحمد لله أنا افتكيت من الدكتور ومن هذه الأشياء، لكن اللي صار الدكتور بيسوي لي فحص ثاني وعلاج ثاني ووقع على أوراق من أول وجديد. قلت لهم ليش أنا أوقع من أول وجديد على أوراق؟ أوقع يعني معناته في فلوس بتندفع. وصح أنا ما بدفع من جيبي، لكن هذا من جيب دولتي وحكومتي، وأنا غيور على بلادي أكثر من غيور على 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 نفسي. وصارت مشكلة يعني في المستشفى وكذا.
فتكلمت في البث المباشر شرحت هذا على وجه العموم على أساس ما حد يعني قدمت أي شيء هو حق سعادة. تواصلوا معي الخوات من برنامج سعادة لكن الحل اللي يعني ما هو الحل اللي وصلوا إني شافوا لي مستشفى ثاني أو عيادة ثانية مثل يا إخواني هذا ما بالحل الحل أن نحن كيف نحل الموضوع من جذوره أن يعني لما 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 أي مستشفى أو أي عيادة خاصة يجيه مراجع يحمل بطاقة السعادة هاي يحمل بطاقة الوطن هذه كأنه يعني أنت وطنيتك في هاي السعادة لأنك أنت جميل. مواطن على الخدمة للمواطن صادق. فكيف أن نسكت على أن هذا الشيء عارف أنا أقول لك جزاك الله خير أول شيء على أنك أنت تواصلت معانا وأنك أنت سعيت لي وتكرر أخوي بعد نفس الشيء الحمد لله أنا تعالى أنا من يعني لأن عندي مكالمات ثانية عارف وأبغي أعطيهم هذا الموضوع يتكرر يعني ولا يهمك جزاك الله خير يا عارف الصورة واضحة بالنسبة لنا دكتورة بس ناخذ مكالمة ثانية وبعدين نرجع حق مكالمة عارف عبد الرحمن تفضل السلام عليكم يا هلا تفضل والله البنوية طيب إن شاء الله كل شيء على الطائف صحية وكي الحمد لله الحمد لله بس في هني يوم تصير مثلا تتعالج في المستشفيات وهذا تعطيك بطاقة زين يخليك تيلس يعني تريا وانت تعبان وهذا حالة طارة عندك شو يسوون يخلونك على الهول يعني تيلس وهم يتصلون بالتأمين يعني هل يعني يغطي ولا ما يغطي زين شو تعبي أنا نيالس هني ساعة ونص زين هم يتصلون قدامك والخط مشغول هناك ما يردون عليه يردون عليه بعد ساعة ساعة ونص واضح فأنت تدخلني وعالجني وبعدين الأمور طيب الحمد لله لا يقول ما يشتو يجلس ممتاز طيب زين بعد عندي الله يسلم ملاحظة بخصوص الباقة أنا سويت ودفعت كيك وكل شيء زين وقالوا لي عقب 10 أيام تعال قلت ما علي أنا بيجي عقب 15 يوم ومش بعطيكم مجال يعني بوليصة التأمين سويتها جديدة هي سويت كل شيء وعطيتهم أنا الخدامة هي ممتاز زين قالوا لي عقب 10 أيام أوكي قلت لهم أنا أروح ممتاز سميت 15 يوم قلت لهم قالوا لي لا بعد تريح 10 أيام غيري زين الحين الخدامة بتسافر عني زين أعطيها البطاقة هاي ولا خليها عندي ما أدري عن سوولها ولا ما سوولها لأن هي بتسافر يوم السبت زين تسمع الإجابة إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة شكرا لك عبد الرحمن مشكور حياتك. طيب دكتور نرجع لمداخلة عارف تفضلي دكتور أستاذ عارف أنا فعلا تكلمت معاه في مداخلات سابقة وكان فعلا كان يشتكي من مشكلة في الأذن وانصرفت له عدة أدوية وهو انتبه أن هذا السلوك غير صحيح نحن عندنا شيء يعني طبقه في برامج التأمين الصحي وأحيانا بعض الناس أو المرضى ما يتقبلونه بشكل عام لكن هذا في مصلحتهم وهو الرأي الثاني طبعا في مختصين في كل مجال يعني صحيح. اخصائي الاذن يعني يعرفوا له قدرات في موضوع مشاكل الاذن على هذا الطاري يعني هذا الخبر كنا نتكلم عنه من الرب اليوم ان في ناس مشخصين وفيهم ربهم وما فيهم التقييم مهم يعني انت يعني طبعا ما بنتكلم في الدراسات روح الدراسه احنا نقيمها صحيح في مهارات معينه يكتسبها الاطباء والخبراء يقيمون بس الدراسات بس الواحد ياخذ اكثر من راي احنا ما ناخذ اكثر من راي هو راي صح. المختص اللي نحن معتمدينه داخل الشبكه وعاده يكون هو الاستشاري الموجود في يا أن يكون عندنا في المستشفيات الحكومية أو في مجال تخصصه. جميل. ليش نحمي طبعا المريض من مثل ما ذكر أستاذ عارف أنه يكون في استغلال إذا كان في صرف للأدوية أو صحيح. عمليات جراحية غير ضرورية وإلى آخره وإذا الحالة طبعا ما كانت صعبة أو تحتاج تدخل سريع فنحن ما نتأخر يعني نتأكد أن المتابعة تنشاف بشكل سريع بالنسبة لل عبد الرحمن أخ عبد الرحمن أي حالة طارئة أصلاً ما فيها الأبروفل ما ياخذ وقت لأنها صحيح. تكون شفوية ما ينتظر المستشفى صحيح. ما ينتظر الأبروفل من شركة التأمين بس هو دكتور أحياناً الواحد ممكن يقعد ساعة يعني وايد يتري موافقة من شركة التأمين بس هو يتم على فرز الحالات بعد لكن هم عندهم نظام جميل ترى في عملية تقييم المستشفيات والعيادات خبرينا عنه دكتور هذا الشيء هذا الشيء وبعدين شيء احنا نتابع طبعا فترة الموافقات احنا معظمها 98% اذا كانت حالات اللي هي الإلكتب تنعطى في خلال 98% أقل عن ساعة فهي مؤشرات نحن دائما نتابعها ونتأكد أنه ما يكون في تأخير أحيانا تحصل أمور لأن المعلومات تكون غير كافية صحيح. أرسلها المستشفى إلى الشركة ولازم يتحققون من صحة
يعني المعلومات كلها. صحيح. بالنسبة للسعادة نحن اليوم أطلقنا التسجيل الذاتي. صار في منصات ذكية موجودة في المراكز الصحية اللي كانت فيها مراكز التسجيل هي البرشة والمزهر وند الحمر. اليوم المواطن ممكن يعني يسجل في سعادة في 5 خطوات سريعة. صحيح. سهلة. المنصات هاي موجودة 24 ساعة البرشة وند الحمر 24 ساعة. صحيح. فممكن يدخل الهوية ويدخل بس اللي هو رقم الهاتف الصحيح والبريد الإلكتروني. دقيقتين ياخذ من عندها أقل من دقيقتين. أقل حط البطاقة حط الرقم حط الإيميل تن خلاص أنت تسجل اشتغل وعلى بطاقة الهوية شو التقنية. والشيء الأهم اليوم عندنا ينزل التطبيق الذكي عن طريق شو التطبيق؟ تطبيق سعادة موجود على جوجل بلاي وأبل ستور. جميل. طبعا في مميزات كثيره وايد مهم ان ينزلونه دكتور. طبعا وايد مهم. ليش؟ لان كل المعلومات اللي يبحثون عنها كلها. صحيح. موجوده في هذا التطبيق. طبعا من غير انه يعرف الشبكات. صحيح. يقدر يعرف اقرب عيادات اللي يعني في شبكه سعاده في المنطقه اللي هو فيها. في مميزات اضفناها لاول مره في اي برنامج يعني تامين. صحيح. اللي هو يقدر يخبرنا او يقيم زيارته وتجربته لهذا لمقدم الخدمه سواء كان صيدليه مستشفى عياده شو ما كان. يقدر يدخل على مثل عنده ملف مطالبات إلكتروني. يقدر يدخل مثلا خلينا نقول دخل مستشفى ألف وشاف انه في شيء ما كان عيبه ممكن يسوي على طول التقييم ويصلنا التقييم هذا. طبعا هو نظام التقييم سهل جدا 5 نجوم. اول نجمتين اذا كان رضاء عنا قليل يتوصلنا شكوى طريقة نعم ونتواصل مع المستشفى ونتابع الموضوع هذا. ففي طرق تواصل حديثة نحن حاولنا نستحدثها ونوفرها للمواطنين وإن شاء الله يستخدمونها وطبعا بتساعدنا على رفع الجودة والأمور هاي. حلو. عبد الرحمن كان عنده شخص ثاني في السؤال دكتور. يمكن الخدامة. بس برجع للنقطة الأولى وبعدين بتكلم عن نقطة ثانية. اليوم على مستوى التأمين الصحي في إمارة دبي ككل إحنا عندنا نظام إلكتروني يراقب أنماط السلوك للأطباء والعيادات والمستشفيات الموجودة في الإمارة وأنماط أي أنماط سلوك مشبوهة يعني مش فقط على مستوى حالة يعني اليوم أنت تقدر تقول في هالحالة هاي والله الفحص هذا كان مطلوب أو مش مطلوب يا أخي الشخص ده مع صداع لكن كان مع كذا وكذا وفعلا كان يستحق أن نعمل له أشعة مقطعية لكن لما أنت تشوف نمط سلوك الطبيب هذا على مدى 100 حالة 50 حالة وتعرف أنت والله نسبة التحويل للأشعة المقطعية بالنسبة لحالات الصداع لازم يكون أقل من 5% بس الطبيب هذا يحول أكثر من 10% فأنت عندك هني إيفيدنس على نمط سلوكي مش فقط على حالة وحدة كذلك نراقب حالات الغش حالات التلاعب وفي طبعا في المرحلة السابقة يمكن كان التعامل معها أكثر بطريقة إيجابية يتم التواصل مع المستشفيات مع العيادات توضيح بالنسبة لهم أن ترى هذا يعتبر تلاعب لأن بعض أنواع التلاعب كذلك مخالفته مخالفة جنائية. كذلك بدينا بالنسبة لسعادة كثير من الأطباء في حالة تكرر المخالفة خلاص يتم إيقافه من الشبكة يكون بتلاحظ كان في المستشفى الفلاني أو العيادة الفلانية أو الطبيب الفلاني كان موجود وبعدين مثلا طلع فتبدأ شوي شوي مستوى شدة التعامل مع هالنوعية من الحالات تتصاعد إلى أن تصل إلى الغرامة المالية الإيقاف التام من الشبكة وآخر مرحلة فيها التحويل إلى النيابة العامة باعتبار أن هاي حالة تلاعب. نعم وفي يمكن راح يعلن جريب عنا ملخص بعض الحالات اللي تم تحويلها كذلك للنيابة أو المخالفات فإحنا نبدأ بطريقة إيجابية لكن مع تكرار هالنوعية من السلوك تبدأ عملية التصنيف. دكتور نحن راح نختصر في إجاباتنا لأن الوقت ما شاء الله يمشي ما شاء الله بسرعة لكن عبد الرحمن كان عنده شق ثاني من الجواب. نعم. عن الخدامة. بالنسبة للخدام طبعا هو حتى لو تأخر حصوله على البطاقة يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية فهي حتى بطاقة التأمين طبعا مفروض أنها تكون موجودة مع العامل طول الوقت لكن هي ببطاقة الهوية أوردي مفعلة فبطاقة الهوية تروح لشبكة العيادات بس أهم شيء يتأكد أنه من العيادات المغطاة في النتورك عنده. جميل. وعلى طول تبدأ تحصل علاج. في عندنا مكالمات دكتورة. في عندنا مكالمة. ألو. انقطع الاتصال. محمد راح. منو بعده؟ أحمد. تفضل يا أحمد. نعم. السلام عليكم أحمد. سلام عليك كيف الحال دكتورة؟ طيب الله يسلمك. تفضل. الله يخليك. دكتورة أنا عندي بس ملاحظات يعني تعرفي أنا من سكان رأس الخيمة. وعندي بطاقة صحية ما دبي اللي هي الهيئة الصحة دبي. لكن يوم أي طال عمرتي بغيت أسوي عملية قبل فترة أساس أخذ المواعيد يعني في المستشفى دبي اللي في عمري يقول لي أخوي بعد ثلاث شهور عملية شو عملية عيون طال عمرك عيون إنزين
ممتاز. يعني اخذهم وايد يعني ثلاث شهور انا ايلس ار تي دوري. زين حاضر ان شاء الله. حاضر ما تكلم انا عندي بس ما عندي شيء. خلي تليفون احمد عندك يا نور متواصل معه عقب البرنامج إن شاء طيب الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول مشاركه لي في برنامجكم صحه وسعاده، ملاحظتي هي عند زياره اي عياده خاصه يكتب الدكتور كذا دواء مختلف وعدد كبير من العلب، لا اعرف ماذا استخدم او اخذ، وكان الصيدليه تريد التخلص من ادويتها خاصه بعد تطبيق سعاده ليس بل اغلب المرضى، وعندما أسأل صيدلي يقول هذا الدكتور وصفه. نرجع على نفس النقطة دكتور، وهنالك الحين في آلية موضوعة. الجميل أن في وعي في عند الناس، هذا شيء وايد مهم. أنا يعني أكون سعيدة جدا أن الناس منتبهة أن في سوء استخدام واستهلاك، وهاي النوع من التواصل يعطينا. طبعا نحن في برنامج بنعلن عنه قريبا بالنسبة للأدوية، أعلني عنه الحين إن شاء الله قريبا، يعني كيف نحن يعني نحمي الناس من سوء الاستغلال أو حتى الصرف الزائد. فهاي أمور طيبة الحمد لله. ناخذ حمد على حمد معنا. محمد السلام عليكم. محمد الو الو مرحبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله تفضل. معك اختي مثنى. مو مثنى، مثنى مو محمد. مثنى اسمحوا لي انا مغلط في اسمك. جميل يا اخي تفضل. تفضل يا مثنى. الله يسلمك. السلام عليكم. الدكتور ممكن اكلم الدكتور؟ اسمعك واختصر لنا الوقت الله يخليك. طيب دكتور مختصر، انا كنت عامل ضمان صحي لزوجتي وكانت حامل. الضمان التغى قبل لا تولد بشهر ونص تقريبا، فأنا رحت عملت ضمان بشركة ثانية عن طريق الشركة تبعي عن طريق الكوتة. قدمنا عليه فما طلعت البطاقة بعد الولادة. هل يحق لي إني أطالبهم تعويض ولا ما يحق لي؟ كيف التغى؟ قلت لي يعني أنت انتهت البوليصة وجددتها مع نفس الشركة وراح مع شركة ثانية. نعم أوكي. فطبعاً أنت الحين إذا انتقلت إلى شركة ثانية ما كملت مع نفس الشركة، الشركة الجديدة حسب شروط البوليصة الجديدة اللي اخذتها إذا تغطي لك الحمل والولادة في حالة وجود الحمل أوريدي فبتكون مغطى. لازم تنظر إلى البوليصة نفسها وتنظر إلى العقد شو يغطي. أنا بس لو تبعث لنا تفاصيل العقد إحنا كذلك ممكن نشيك ونتابع مع شركة التأمين ورد لك عليها إن شاء الله تعالى. دكتور هي حسب هي تغطي، بس وين المشكلة صارت؟ المشكلة هم أنا رحت عندهم قالوا لي إنه لا إذا تغطي إذن يجب على الشركة أن تدفع لك المبلغ، وإذا كان في أي مشكلة في الحصول على المبلغ من شركة التأمين ممكن كذلك التواصل. لا النقطة النقطة وين صارت دكتور؟ إنه هم قالوا لي لازم كانت تولد مشفى ضمن السيستم تبعنا. صحيح. زين وهذا ضمن العقد هذا موجود مثلنا. أنا ما قدرت لأنه أنا بهذيك الفترة ما كان معي بطاقتهم، فأني خذيت على مشفى ثاني. ما كان عفل للشركة. وهذا الشيء دائما احنا نذكر مهم ان نعرف الحقوق والواجبات. صحيح. شبكة مقدمي الخدمات حتى لو البطاقة مش موجودة من خلال الكول سنتر تقدر تعرف الشبكة اللي انت مغطى من خلالها. صحيح. الحين في بعض باقات التأمين تسمح بما يسمى بالريمبيرسمنت، يعني حتى صحيح. لو انا عملت العملية او الولادة خارج الشبكة ممكن الشركة تغطي لي، بس مش بآلية الدفع المباشر. الدفع المباشر او ما يسمى بالدايركت بيلينج تدفع شركة التأمين للمستشفى مباشرة. في حالة بعض برامج التأمين عندها إذا أنت عملت العلاج خارج الشبكة هاي ممكن أنت تدفع وبعدين تأخذ المبلغ من شركة التأمين طبعا حسب شروط البوليصة. ممتاز. إذن شكرا لك. يعني حسب البوليصة. حسب البوليصة. أنا لأن الوقت شوية بس ياخذني وسامحني عادة بضطر. طيب شكرا لك. جزاك الله خير. بس نحن ما ناخذ رقمك دكتور ممكن تتواصلون بعد البرنامج معه. السلام عليكم جميعا. بخصوص برنامج سعادة، هل في برنامج أو تطبيق ممكن نشوف فيه بيانات ولا استطيع تقييم المستشفى الخاص عن طريق البرنامج؟ بو علي من دبي. نعم. جاوبتي نعم. دكتورتي نعم. سعادة. نعم تذكرين بس دكتور يعني ممكن يحطون SAADA وينزل على الاندرويد وعلى تطبيق الابل. جميل. انا عندي ايضا دكتورة يعني نبغي بس باختصار هذه 5 دقائق ها دكتورة ندى اذا تسمحي لي. تفضل. 5 دقائق ما خلي المجال مفتوح لكم بعض النصائح بعض الشغلات. ما عندنا اتصالات صح نوقف. الله يخليكم. هاي اهم النقاط اللي نبغي الجمهور يعرفونها زين ويعونها في موضوع برنامج سعادة وبرنامج اسعاد. فشو ممكن نقول لهم؟ الوقت هذا لكم دكتور. إذا بنتكلم عن برنامج سعادة والبرامج الحكومية بشكل عام، في أمور مهمة نحن وضعناها حماية للأشخاص اللي في البرامج، مثل الرأي الثاني، مثل الموافقات. إحنا طبعا ندرس
الطلب بشكل عام احيانا يكون في رفض للعمليه هاي او العلاج هذا لانه ما يكون في اي داعي لهذا العلاج او الجراحه. وطبعا احيانا يصير في بعض الافراد ما يكون راضين عن هذا الامر، ولكن نحن نحميهم لان مو كل الناس عندها العلم الصحي كامل والطبي واضح بالنسبه لهم، فيعني يتحملونا واحنا في النهايه نعمل لاسعاد الجميع اسعادهم وحمايتهم، وفي نفس الوقت الاستهلاك الصحيح للموارد الماليه اللي موجوده من قبل الحكومه. وطبعا دائما يعني ندعوهم للتواصل معنا، وعندنا طبعا في هيئه الصحه اللي هو 800 DHA ممكن يتواصلون عن طريق الرقم المجاني. وطبعا في سعادة بعد عندنا 800 سعادة، فنتقبل مثل ما ذكرتي في بداية البرنامج دكتورة ندى، نحن قلوبنا مفتوحة ونحن نعمل لخدمة وإسعاد ورضى الجميع. شكرا لك دكتورة. دكتور متى آخر موعد للتأمين؟ يعني احنا نراقب عملية الالتحاق بالتأمين الصحي، الحمد لله عدينا 98 جريب 99% من السكان. كذلك طبعا عملية الربط مع الإقامة قائمة، وبالتالي كل الإقامة الجديدة اللي تصدر لازم تكون مغطاة بالتأمين الصحي، فالرقم قاعد يقترب الحمد لله باتجاه الأمية بالأمية اللي احنا ان شاء الله تعالى نسعى لها، وفي خلال فترة قريبة راح يتم الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي لبدء الغرامات. واحنا ما نبى نوصل لمرحلة الغرامة، نبى الوعي يكون موجود والناس تعرف أهمية التأمين لها، مش والله تفاديا للغرامة. ما قصرت لما ما شاء الله عليكم، يعني اعطيتهم فوق السنة ما شاء الله عليك. تعرف يوم طلع يوم اعلنا عن تاخير الغرامه، في واحد رد لشركه قال تردوا لي بيزاتي الحين، يوم بتطلع الغرامه مره ثانيه بيدفع لكم. هذا جهل باهميه التامين. فعلا يعني احيانا تحصل يمكن هالنوعيه من بعض الامور العامه، بس من خلال بعض حتى الاسئله اللي انطرحت. عمليه الطوارئ اليوم لاي شخص مؤمن في اماره دبي، سواء سعاده سواء عنايه سواء اي تامين خاص، الحالات الطارئه اللي هي تعتبر فعلا طارئه، يعني اذا تاخر العلاج تؤدي الى فقدان الحياه او فقدان وظيفه من الوظائف او عضو من الاعضاء، يجب على المستشفى ان يعالج، وعنده 24 ساعه يبلغ في خلالها شركه التامين او برنامج التامين. هذا اذا كانت حاله طارئه فعليا. احيانا يقول لك يا اخي هي كانت حاله طارئه ومزجم تعبان وحالتي حاله، وهذا طبعا تعريف الحالة الطارئة هو التعريف الطبي للحالة الطارئة. يمكن أحيانا الشخص لما يكون عنده فلو أو عنده إنفلونزا وتعبان وهذا، لكن في حالات معينة تحتاج إلى موافقات، وفي حالات ما تحتاج إلى لا تحتاج، مثل ما ذكرت الدكتورة هاي عملية حماية. اليوم أنت في التأمين الصحي تحاول توزن ما بين شيئين صعب أنك توازن ما بينهم، المحافظة على المال العام والاستهلاك الأمثل والرشيد للمال العام في مقابل جودة الخدمات. الناس إذا كل شيء حصل عليه الموافقة وكل شيء يمشي بسرعة، قال والله التأمين فنان يا أخي، كل شيء على طول حصل الموافقة بسرعة، وإذا شو اسمه في مثلا انتظار وفي موافقات، أحيانا نطلب مثلا معلومة من المستشفى، المستشفى يتأخر في توفير المعلومة، فما تكون جميع الخيوط العملية واضحة لإصدار الموافقة. صحيح. الموازنة ما بين الجانبين هاي عملية مهمة جدا، كيف أن احنا نقدر نوفر أعلى جودة من الخدمات والراحة للمستفيدين، وفي نفس الوقت نحافظ على المال العام ونتأكد أن الاستهلاك تم بالشكل الأفضل، لأن في النهاية اللي يهمنا أن الشخص يحصل على الخدمات اللي هو يحتاجها فقط. صحيح. إذا زدنا فإحنا أسرفنا، وإذا قللنا فإحنا أثرنا على الخدمات الصحيحة. فإيجاد الميزان هذا شوي صعب، ميزان حساس يعني. خير. يعني أنا دائما أقول يعني أنتوا صاير حتى التأمين على الأفراد أو على صحة الناس صاير أرخص من تأمين السيارة. محمود يروح ويرد على تأمين السيارة أرخص من عشوة في مطعم يعني. عموما نحن وصلنا لختام حلقتنا في هذه الحلقة، أنا ما مملك إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم بداية مع الدكتورة حنان سويدي، مشكورة. وخلينا نشوف الدكتورة، لا تغطين وايد عنا، موجودين حياة متى ما تبون احنا موجودين. جزاك الله خير، وأيضا كل الشكر لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في صحة دبي، شكرا لك. يا مرحبا. وشكرا لك محمود اليوسف عشان كنت معنا اليوم في الاستوديو، وشكرا لكم لاستماعكم لبرنامجكم برنامج صحة وسعادة، وشكرا لطاقم الإعداد كلهم. سلم على المستمعين محمود. شكرا لك دكتورة، وأيضا إن شاء الله في الغد من نلتقي فيكم. شكرا نور نزال، شكرا ميثة بن بيات، شكرا فريق قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي، وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله، تقبلوا تحياتنا ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. يا سلام عليكم، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.